بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن بالسحور بركة. فيه دليل على استحباب السحور للصائم، وتعليل ذلك بأن فيه بركة، وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية لقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إجحاف به. والسحور بفتح السين ما يتسحر به وبضمها الفعل، هذا هو الأشهر. والبركة محتمل لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا، وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، بل من باب استعمال المجاز في لفظ في. وعلى هذا يجوز أن يقال فإن في السحور بفتح السين وهو الأكثر، وفي السحور بضمها. ومما علل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب، فإنه يمتنع عندهم السحور، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام العلامة محمد بن علي بن وهب الشهير بتقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام. ووقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقبل التعليق على كلام المصنف رحمه الله، أشير إلى أن الهدف من دراسة هذا الكتاب هو التعرف على طرق الاستنباط وأخذ الأحكام من الأدلة. وقد عني ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه هذا بذلك أيما عناية. وأما معرفة الأحكام وآحاد المسائل فهذا تابع للتعرف على منهج الاستنباط، لأن المقصود بالأصالة من دراسة هذا الكتاب هو أن نتعرف على كيفية أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية. قال رحمه الله: فيه دليل على استحباب السحور أو السحور للصائم، وهذا مأخوذ من قوله في الحديث: تسحروا فإن هذا أمر. والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، الأمر المطلق
أي الذي لم يقترن به قرينة تدل على الوجوب أو عدم الوجوب، الأصل فيه أنه يحمل على الوجوب، لكنه هنا لم يحمل على الوجوب وإنما حمل على الاستحباب لقرينة اقترنت به في الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة. فوصفه بهذا المعنى يدل على أن الأمر في قوله تسحروا ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، لأن طلب البركة مستحب، فيكون الوسيلة لذلك مستحبة، والسحور وسيلة لتحصيل البركة فيكون مستحبا. وقوله وتعليل ذلك بأن فيه بركة، يعني وفي الحديث، تعليل ذلك الإشارة هنا للسحور بأن فيه بركة، وهذا التعليل مأخوذ من قوله فإن في السحور بركة، لأن إن حرف تعليل، وإذا اقترن بها حرف الفاء يكون التعليل فيها أقوى، فإن التي اقترن بها حرف الفاء أقوى في الدلالة على التعليل من إن التي لم يقترن بها حرف الفاء، وذلك لأن حرف الفاء يدل على أن ما بعدها سبب لما قبلها فيكون مؤكدا للتعليل. والبركة معناها الخير الكثير، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، أي كثر خيره. وهذه البركة ذكر المصنف رحمه الله أنه يجوز أن تكون بركة في الآخرة وبركة في الدنيا. أما البركة التي في الآخرة فهي كثرة الثواب، وأما البركة التي تكون في الدنيا فهي قوة البدن على الصيام ونشاطه فيه. وهذا أخذه المصنف رحمه الله من قوله بركة، فإن كلمة بركة مطلقة فتصدق على البركة الأخروية والبركة الدنيوية، والمطلق كما يقول أهل العلم يبقى على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل. ثم بين المصنف رحمه الله أن السحور يجوز فيه وجهان: الوجه الأول أن يكون بفتح السين فيقال السحور، وعلى هذا يكون معناه الطعام الذي يتسحر به كالوضوء، فإن معناه الماء الذي يتوضأ به، والطهور ما يتطهر به. والوجه الثاني أن يكون بضم السين فيكون معناه الفعل الذي هو التسحر كالوضوء بضم الواو، فإن المراد به الفعل وهو التوضؤ، والطهور
المراد به الفعل وهو التطهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن البركة في قوله صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة تحتمل أن تكون مضافة لما يتسحر به وهو الطعام، وأن تكون مضافة للفعل الذي هو التسحر، فيكون الطعام الذي يتسحر به فيه بركة، ويكون الفعل الذي هو التسحر فيه بركة. فالبركة تحتمل أن تكون مضافة لكل واحد من هذين الأمرين. ثم نبه إلى أمر، وهو أن احتمال البركة لهذين الأمرين، احتمال البركة لأن تكون مضافة لهذين الأمرين، ليس مأخوذا من قاعدة مشهورة عند أهل العلم، وهي حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. فالبركة هنا حملت على معنيين، أليس كذلك؟ المعنى الأول الطعام الذي يتسحر به، والمعنى الثاني الفعل الذي هو التسحر. لكن هذا الحمل ليس مأخوذا من هذه القاعدة، وهي حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين. وهذه القاعدة مشهورة عند أهل العلم، وأمثلتها كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس، فإن عسعس يحتمل معنيين، المعنى الأول أقبل والمعنى الثاني أدبر. والأصل عند أهل العلم أن اللفظ إذا احتمل معنيين فأكثر ولا تعارض بينها فإنه يحمل عليها، لأن القرآن يأتي بالألفاظ الوجيزة التي تدل على المعاني الكثيرة. هذه قاعدة مشهورة عند أهل العلم، وهي قاعدة صحيحة، لكن حمل البركة على هذين المعنيين ليس مأخوذاً من هذه القاعدة، وإنما يرى المصنف رحمه الله أنها مأخوذة من قاعدة أخرى، وهي استعمال كلمة في قوله فإن في السحور بركة، استعمال كلمة في المعنى المجازي. وإيضاح ذلك أن المعنى الحقيقي لكلمة في أنها تدل على معنى واحد في غيرها، لأنها حرف، والحرف يعرفونه بماذا؟ بأنه ما دل على معنى في غيره. فالمعنى الحقيقي لكلمة في أنها تدل على معنى واحد في غيرها، لكنها هنا استعملت في غير المعنى الحقيقي، فاستعملت في الدلالة على معنيين في غيرها، والأصل أنها تستعمل في الدلالة على معنى واحد. فلما خرجت عن الاستعمال في المعنى الحقيقي صارت مستعملة فيما يقابله وهو المعنى المجازي. ولهذا قال المصنف رحمه الله والبركة محتملة لأن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا، وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين،
بل من استعمال المجاز في لفظة في، وقد بينا وجه استعمال المجاز في لفظة في، وهو أن في حرف يستعمل للدلالة على معنى واحد في غيره، وهنا استعملت في الدلالة على معنيين، فكانت مستعملة في غير ما وضعت له، وهذا هو معنى المجاز، لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ثم رتب على هذا، رتب على كون البركة محتملة لأن تضاف لهذين المعنيين وهما الفعل والمتسحر به، رتب على ذلك أنه يجوز أن يقال فإن في السحور بركة بفتح السين، وأن يقال فإن في السحور بركة. فإذا قيل فإن في السحور بركة فالمراد بالسحور هنا ما هو المتسحر به، وإذا قيل فإن في السحور بركة فالمراد بالسحور هنا الفعل الذي هو التسحر. والحافظ ابن حجر رحمه الله نقل كلام ابن دقيق العيد هنا، لكنه حذف قوله، وليس ذلك من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، بل من استعمال المجاز في لفظة في، وأبقى بقية الكلام. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علل الأمر بالسحور بأن فيه بركة، ذكر أن الأمر بالسحور ورد فيه أيضا التعليل بعلة أخرى، وهي مخالفة أهل الكتاب، كما جاء في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا ما بيننا وبين اليهود أكلة السحر، أي الذي يميز المسلمين عن اليهود في الصيام هو أن المسلمين يتسحرون. وهذا يؤخذ منه أصل، وانتبه لهذا، وهو أنه يجوز أن يعلل الحكم الواحد بأكثر من علة، وهذا نظائره كثيرة في الفقه. فمثلا الوضوء يعلل بالبول والغائط وأكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة من غير حائل عند القائل بذلك، والنوم بشرطه، فهذه كلها علل لحكم واحد وهو وجوب الوضوء. نعم. الحديث الرابع عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فيه دليل استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، والظاهر أن المراد بالأذان هاهنا الأذان الثاني، وإنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى. وللمتصوفة وأرباب الباطن في هذا كلام تشوفوا فيه الاعتبار معنى الصوم وحكمته، وهو كسر شهوة البطن والفرج، وقالوا إن من لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له المقصود من الصوم، وهو كسر الشهوتين. والصواب إن شاء الله أن ما زاد في المقدار حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب، كعادة المترفين في التأنق في المآكل والمشارب وكثرة الاستعداد فيها وما لا ينتهي إلى ذلك، فهو مستحب على وجه الإطلاق. وقد تختلف مراتب هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس وأحوالهم،
واختلاف مقدار ما يستعملون. نعم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، وهذا يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا بقصد القربة فإنه يحمل على الاستحباب. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بقصد القربة وليس بيانا لواجب وليس مما هو من الأفعال التي تقتضيها الطبيعة والجبلة، فإنه يحمل على الاستحباب. فهذا مستند قوله: فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، لأن السنة إما أن تكون قولا وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون إقرارا، وكل ذلك يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية. قال: والظاهر أن المراد بالأذان هنا الأذان الثاني، أي أن المراد في قوله كم بين الأذان والسحور أن المراد بالأذان هنا الأذان الثاني، وذلك لأن الأذان إذا أطلق فالمراد به الأذان الذي يحصل به الإعلام بطلوع الفجر الثاني. أما إذا أريد الأذان الأول فإنه يقيد بكونه الأذان الأول. وعلى هذا فإن ال في قوله الأذان للعهد الذهني، ال هنا في قوله الأذان للعهد الذهني. قال: وإنما يستحب تأخيره لأنه أقرب إلى حصول المقصود، أي حصول المقصود بالسحور من حفظ القوى. وقوله أقرب يعني أقرب من تقديمه، فتأخيره أقرب إلى حصول المقصود من حفظ القوى من تقديمه. ثم ذكر أن المتصوفة تكلموا في الحكمة من تأخير السحور، وقالوا إن الأولى بالصائم، أو أن المتصوفة تكلموا على المقدار الذي يتسحر به الصائم، فقالوا إن المقصود من السحور أو أن المقصود من الصيام هو كسر شهوة البطن وشهوة الفرج، وبناء على هذا فلا ينبغي للمتسحر أن يكثر من الأكل بحيث إذا صام لا تنكسر الشهوة، بل ينبغي له أن يقلل من الأكل حتى يحقق المقصود من الصيام وهو كسر شهوة البطن والفرج. والمصنف رحمه الله اختار أن ما زاد من الطعام في مقداره بحيث يؤدي إلى عدم كسر شهوة البطن وشهوة الفرج
لا يكون مستحبا. أما ما لم يصل إلى هذه المرتبة وإن كان كثيرا فإنه يكون مستحبا. هذا هو رأي المصنف رحمه الله. أما المتصوفة فيقولون لا ينبغي تكثير الأكل عند التسحر مطلقا. أما المصنف فله تفصيل في المسألة، وهو أن ما كان طعاما كثيرا بحيث يكسر الشهوة فإنه لا يكون مستحبا. أما إذا كان كثيرا لكنه لا يترتب عليه عدم كسر الشهوة فإنه لا بأس به. وأنت إذا نظرت للأدلة التي فيها الأمر بالسحور تجد أن هذه الأدلة جاءت مطلقة وليس فيها تحديد للمقدار الذي يتناوله المتسحر. والقاعدة عند أهل العلم في باب المطلق أن المطلق يبقى على إطلاقه، فما جاء في النصوص مطلقا فإنه لا يجوز تقييده إلا بدليل، وليس هناك دليل يجعل الصائم يلتزم بمقدار محدد، لأن النصوص كما عرفنا جاءت مطلقة في الأمر بالسحور. نعم. الحديث الخامس عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كان قد وقع خلاف في هذا، فروى فيه أبو هريرة حديثا من أصبح جنبا فلا صوم له، إلى أن رجع في ذلك بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما ذكر من كونه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. وصح أيضا أنه أخبر بذلك عن نفسه، وأبو هريرة أحال في روايته على غيره. واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث، وصار ذلك إجماعا أو كالإجماع. وقولها من أهله فيه إزالة لاحتمال يمكن أن يكون سببا لصحة الصوم، فإن الاحتلام في المنام آت على غير اختيار من الجنب، فيمكن أن يكون سببا للرخصة. فبين في هذا الحديث أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال، ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل. ففي مذهب مالك في ذلك قولان، أعني في وجوب القضاء، وقد يدل كتاب الله أيضا على صحة صوم من أصبح جنبا، فإن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا، ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسل، فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت. ومن ضرورته الإصباح جنبا، والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء. وقولها من أهله فيه حذف مضاف، أي من جماع أهله. نعم. قال الماتن رحمه الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال الشارح رحمه الله كان قد وقع خلاف في هذا، وهذا الخلاف خلاف قديم لأبي هريرة رضي الله عنه، فروى فيه أبو هريرة حديثا من أصبح جنوبا فلا صوم له، وقد راجعه الصحابة رضي الله عنهم وسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فذكرا هذا الحديث الذي أورده الماتن
وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فسبب تحديثه ما بذلك هو فتي أبي هريرة رضي الله عنه في أول الأمر بأن من أصبح جنبا من أهله فإن صيامه لا يصح. ورجع أبو هريرة رضي الله عنه وأخبر أنه روى هذا الحديث وهو من أصبح جنبا فلا صوم له عن الفضل بن عباس وأسامة ابن زيد رضي الله عنهما. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة منه برواية أسامة والفضل ابن عباس رضي الله عن الجميع. واتفق العلماء بعد ذلك على أن من أصبح جنوبا من أهله فإن صيامه صحيح. وقد حكى هذا الإجماع النووي رحمه الله وقال المصنف وصار ذلك إجماعا أو كالإجماع. وهذا كما قلنا حكاه النووي وحكاه غير واحد من أهل العلم منهم المصنف رحمه الله. واستقر عمل المسلمين على أن من أصبح جنبا من أهله فإن صيامه صحيح. نعم. قال وقولها من أهله، هذا فيه بيان لكون الجنابة من وقاع أهله، لأن الجنابة لها سببان: السبب الأول الجماع، والسبب الثاني الاحتلام. فبينت أن الجنابة هنا ليست من احتلام وإنما هي من جماع أهله، لأنه قد يقول قائل ربما كانت الجنابة ليست من جماع وإنما هي من احتلام. وهناك فرق بين من أجنب، من طلع عليه الفجر بسبب الجماع، ومن طلع عليه الفجر وهو جنب بسبب الجماع، ومن طلع عليه الفجر وهو جنب بسبب الاحتلام. لأن من طلع عليه الفجر وهو جنب بسبب الاحتلام حصلت له الجنابة باختياره أو بغير اختياره، حصلت له الجنابة بغير اختياره فيكون محلا للرخصة، بخلاف من طلع عليه الفجر بسبب وهو جنب بسبب وقاع أهله فإن الجنابة حصلت باختياره فلا يكون محلا للرخصة. فبينتا رضي الله عنهما أن الجنابة هنا التي طلع الفجر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متلبس بها ليست بسبب الاحتلام وإنما هي بسبب الجماع. وذكر المصنف رحمه الله أن العلماء وإن أجمعوا على أن من طلع عليه الفجر وهو جنب فإن صيامه صحيح، إلا أنه وقع بينهم خلاف في المرأة الحائض إذا طلع عليها الفجر قبل أن تغتسل، هل يكون إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل فهل يكون صيامها صحيحا كالجنب أو لا يكون صيامها صحيحا، بل يجب عليها أن تمسك مراعاة لحرمة الزمان ثم تقضي بعد ذلك؟ قال في ذلك قولان للمالكية. وحكى النووي في شرح مسلم أن مذهب العلماء كافة أن المرأة إذا طهرت من الحيض وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل
فإن صيامها صحيح إلا ما روي عن بعض السلف. فالذي عليه جماهير أهل العلم أن صيامها صيام صحيح. وهذا الحكم الذي يدل عليه الحديث الذي شرحه المصنف رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، من السنة التي توافق ما ورد في القرآن، فإن القرآن قد أشار إلى أن من أصبح جنبا من أهله فإن صيامه صحيح، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فقوله ليلة الصيام، ليلة هنا مضاف والصيام مضاف إليه، والإضافة من الصيغ الدالة على العموم، فتشمل كل الليل، تشمل جميع أجزاء الليل من أول لحظة فيه بعد غروب الشمس إلى آخر جزء من أجزائه قبل طلوع الفجر. فيجوز للزوج أن يطأ أهله في أي جزء من أجزاء الليل، ويلزم من ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو جنوب. وهذه الدلالة يسميها العلماء رحمهم الله دلالة الإشارة، فإن الآية ليست صريحة في ذلك، بخلاف الحديث الذي روته عائشة وأم سلمة فإنه صريح في الحكم، أليس كذلك؟ أما الآية فأشارت إلى هذا الحكم ولم تصرح به. ودلالة الإشارة يعرفها أهل العلم بأنها دلالة اللفظ على أمر غير مقصود للمتكلم لكنه لازم له، دلالة اللفظ على أمر غير مقصود للمتكلم لكنه لازم له. ففي الآية السابقة كون الزوج يطأ إلى آخر جزء من أجزاء الليل يلزم منه لازم، وهو أنه يصبح جنوبا، فتكون دلالة الإشارة من قبيل دلالة المطابقة أو دلالة التضمن أو دلالة الالتزام، تكون من قبيل دلالة الالتزام. وقولهم في التعريف دلالة اللفظ على أمر غير مقصود للمتكلم قد يثور سؤال، وهو أن الزوج إذا وطئ أهله ثم طلع عليه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح، فكيف يقال إن هذا غير مقصود للمتكلم، أليس كذلك؟ فالجواب أنه ليس مقصودا بالآية بالأصالة، وإن كان مقصودا بالتبع، فكلاهما مقصود لله سبحانه وتعالى، لكن بيان جواز الوطء في ليلة رمضان هذا مقصود بالأصالة، وكون الزوج يجوز له أن يؤخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر وأن يصبح جنبا هذا مقصود بالتبع، لأن الآية لم تدل عليه بالصراحة وإنما دلت عليه بالإشارة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وقد يدل كتاب الله أيضا
على صحة صوم من أصبح جنبا، ثم ذكر الآية وبين وجه دلالتها على ذلك، فيكون هذا الحكم من السنة الموافقة لدلالة القرآن. وأنتم تعلمون أن السنة على أضرب، فمنها سنة مبينة لحكم غير وارد في القرآن، ومنها سنة موافقة لما ورد في القرآن، ومنها سنة مبينة لمجمل ورد في القرآن. وزاد بعض أهل العلم ضربا رابعا، وهو السنة الناسخة لما ورد في القرآن، على أصح ما عليه أهل العلم من أن السنة يجوز أن تنسخ القرآن العظيم، سواء أكانت سنة متواترة أم كانت سنة أم كانت آحادا، لأن الجميع وحي من عند الله سبحانه وتعالى. قال لما ذكر الآية: فإن ذلك يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا، ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسل، فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت، يعني تقتضي إباحة الوطء في ذلك الوقت، ومن ضرورته يعني من لازمه الإصباح جنوبا. ثم قال: والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء. ومعنى هذا أن الإباحة لسبب الجنابة، وهو الوطء قبل طلوع الفجر، إباحة للجنابة بعد طلوع الفجر. فهذا معنى قوله: الإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء. فالإباحة لسبب الجنابة، ما هو سبب الجنابة؟ الوطء، إباحة للشيء الذي هو الجنابة. قال: وقولها من أهله فيه حذف مضاف، أي من جماع أهله، وهذا أسلوب سائغ في القرآن والسنة وفي لسان العرب. ومن ذلك قوله تعالى: واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، فهذا مشتهر في القرآن والسنة وفي اللغة العربية. نعم. الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. اختلف الفقهاء في أكل الناس للصوم هل يوجب الفساد أم لا، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يوجب، وذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو القياس، فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات. وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه، فإنه أمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صوما وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية، وإذا كان صوما وقع مجزئا، ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء، والمخالف حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم، وهو متفق عليه، ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية، ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية. وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي أولى، اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوي بهذا هذا التأويل المرجوح فيعمل. نعم به. نعم. بدأ المصنف رحمه الله يتكلم على حديث آخر، وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه
فإنما أطعمه الله وسقه. قال المصنف: اختلف الفقهاء في أكل الناس للصوم هل يوجب الفساد أم لا؟ أي اختلف الفقهاء فيما إذا حصل من الصائم أكل في نهار رمضان وهو ناس، هل يوجب ذلك فساد صيامه أو أنه لا يؤثر على صيامه؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أن من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإن صيامه صحيح، وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والشافعية وكذلك الحنابلة يذهبون إلى هذا. واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وسنبين أنهم استدلوا على ذلك من وجهين. القول الثاني أن من أكل أو شرب ناسياً فإن في نهار رمضان فإن صيامه يفسد بذلك ويجب عليه القضاء، وهذا هو مذهب المالكية، واستدلوا على ذلك بدليلين ذكرهما المصنف رحمه الله. استدلوا على ذلك بدليل ذكره المصنف رحمه الله، وهذا الدليل هو أن القول بفساد صيام من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا هو القياس، والمقصود بالقياس أي الموافق للقاعدة المعروفة في الشرع، وهو القياس من جهتين. الجهة الأولى أن القياس أي أن القاعدة في الشرع هي أن الصوم يفوت بفوات ركنه، وركن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب في نهار رمضان متعمداً أو ناسياً فقد فات ركن صيامه، فهذا هو القياس الأول. الوجه الثاني الذي يدل عليه القياس هو أن صيام رمضان من باب المأمورات أو من باب المنهيات؟ من باب المأمورات، والقاعدة في الشرع أن النسيان يؤثر في باب المأمورات، وإن كان لا يؤثر في باب المنهيات عند طائفة من أهل العلم، فالنسيان يؤثر في باب المأمورات، وهذا له نظائر، فمن ترك الركوع في الصلاة ناسيا وجب عليه أن يأتي به، وهكذا في سائر المأمورات الواردة في الكتاب والسنة. فإذا المالكية هنا استدلوا بماذا؟ استدلوا بالقياس، والقياس هنا ليس المراد به القياس التمثيلي الذي هو رد فرع إلى أصل في حكم لجامع بينهما، ليس المقصود بالقياس هنا القياس التمثيلي الذي هو رد فرع إلى أصل، وإنما المقصود به القاعدة المعروفة في الشرع، وهذا إطلاق من إطلاقات القياس. والقياس يدل على ذلك من وجهين. الوجه الأول ذكره في قوله فإن الصوم قد فات ركنه، والوجه الثاني ذكره في قوله وهو من باب المأمورات.
والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يؤثر في باب المأمورات، وفي بعض النسخ في طلب المأمورات، والصحيح في باب المأمورات. أما أن النسيان لا يؤثر، أن النسيان لا يؤثر في باب المأمورات، وإن كان يؤثر في باب المنهيات. ومن أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فقد فعل منهيا عنه، فهذان وجهان ذكرهما المالكية في كون هذا، في كون من أكل أو شرب ناسيا يفسد صومه ويجب عليه القضاء. أما الجمهور فاستدلوا على صحة صيام من أكل أو شرب ناسيا بهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي في معناه، ولهذا قال: وعمدة من لم يوجب القضاء، وهم الجمهور، هذا الحديث وما في معناه أو ما يقاربه، يعني من الأحاديث الأخرى. ثم هذا الحديث كيف دل على أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح؟ دل على ذلك من وجهين، وبدأ الآن يتكلم على الوجه الأول في قوله: فإنه أمر بالإتمام إلى آخره، وإيضاحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فليتم صومه، فسمى الإمساك عن الأكل والشرب بعد الأكل أو الشرب ناسياً سماه ماذا؟ سماه صوماً. انتبه معي لتمام الاستدلال. والأصل في اللفظ إذا ورد في كلام الشارع يحمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية، لأن الشارع أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات أو لبيان اللغويات، جاء لبيان الحقائق الشرعية لا لبيان الحقائق اللغوية، لأن الحقائق اللغوية كانت معلومة للصحابة ومن يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حملناه، إذا حملنا الصيام على الحقيقة الشرعية، فمعنى ذلك أن صيامه صيام صحيح، لأن الصيام الصحيح هو الصيام الشرعي. وينبري على ذلك أنه صيام مجزئ ولا يلزمه قضاؤه. فهذا هو الوجه الأول الذي استدل به الجمهور من الحديث على أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح. لكن المالكية اعترضوا على هذا الاستدلال وأجابوا عنه بأن المراد بالصوم في قوله فليتم صومه ليس الحقيقة الشرعية، وإنما هو الحقيقة اللغوية التي هي صورة الصيام، وهي الإمساك عن الأكل والشرب. فمن أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يمسك عن الأكل والشرب إلى غروب الشمس مراعاة لحرمة الزمان، وهذا صوم، هذا صوم شرعي أو ليس صوما شرعيا؟ قالوا هذا ليس صوما شرعيا، وإنما صورته صورة الصوم، ولهذا يجب عليه قضاؤه. ولو كان صوما شرعيا ما وجب عليه
القضاء، وهو متفق عليه، يعني قوله وهو متفق عليه يعني أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فالجميع متفقون على أنه يجب عليه الإمساك إلى أن تغرب الشمس. هذا جواب المالكية عن هذا الاستدلال، إلا أن الجمهور أجابوا عن هذا الاعتراض بأن القاعدة في الاستدلال أن اللفظ إذا احتمل الحقيقة الشرعية واحتمل الحقيقة اللغوية، أن اللفظ الوارد في كلام الشارع إذا احتمل الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية، ومن أراد حمله على الحقيقة اللغوية فإنه يلزمه أن يقيم الدليل على ذلك. فهذا هو الوجه الأول. أعد. فإنه أمر بالإتمام. هذا بداية الوجه الأول. نعم. وسمى الذي يتم صومه صوما وسمى الذي يتم صوما وظهر. وسمي الذي يتم صوما في قوله في الحديث فليتم صومه. نعم. وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية، يعني ظاهر الصوم في قوله صومه أنه يحمل على الحقيقة الشرعية. نعم. وإذا كان صوما وقع مجزئا ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء. نعم، يلزم من كونه مجزئا أنه لا يجب عليه القضاء. والمخالف حمله بدأ الآن يبين جواب المالكية عن هذا الاستدلال، فقال والمخالف حمله على أن المراد إتمام صورة الصوم وهو متفق. نعم، يعني أن المخالف حمل الصوم على الحقيقة اللغوية وهي الإمساك عن الأكل والشرب. نعم. وهو متفق عليه، يعني أن الجميع متفقون على أن من أكل في نهار رمضان ناسيا يلزمه أن يمسك عن الأكل والشرب إلى أن تغرب الشمس، لكن الجمهور يرون أنه لا يلزمه القضاء وأن صيامه صحيح، والمالكية يرون أنه يجب عليه القضاء. ثم ذكر جواب الجمهور عن اعتراض المالكية فقال ويجاب بما ذكرناه من حول الصوم من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية، وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي. هذه قاعدة من قواعد الاستدلال عند ورود الاحتمال، وهو أن اللفظ إذا دار بين المعنى الحقيقي والمعنى الشرعي فإنه يحمل على المعنى الشرعي، هذا إذا كان في كلام الشارع. أما إذا جاء في كلام العرب في نثرهم وشعرهم وخطبهم فإنه يحمل على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي، يحمل على المعنى اللغوي. نعم. اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوى به هذا التأويل المرجوح فيعمل به. نعم، بمعنى أنه لا يجوز أن يحمل اللفظ على المعنى اللغوي إلا إذا قام دليل يدل على ذلك، ما دام أنه يحتمل المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. نعم. ثم بدأ يتكلم على الوجه الثاني من الوجهين اللذين استدل بهما الجمهور على أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فإن صيامه صحيح. قلنا إن المصنف ذكر وجهين، الوجه الأول تقدم الكلام عليه والوجه الثاني بدأ يتكلم عليه. نعم. وقوله فإنما أطعمه الله وسقاه استدل به على صحة الصوم، فإن فيه إشعارا بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه، والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه، والذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفع الإثم عنه وعدم المؤاخذة به وتعليق. نعم. الحكم. نعم. نعم، هذا هو الوجه الثاني، وهو قوله في الحديث
فإنما أطعمه الله وسقه. الوجه الأول يؤخذ من قوله ماذا؟ فليتم صومه. والوجه الثاني يؤخذ من قوله فإنما أطعمه الله وسقاه. ووجه الاستدلال به أن الله سبحانه وتعالى نسب الإطعام إليه سبحانه وتعالى، فيدل ذلك على أن الصائم مسلوب الإرادة في ذلك، وما دام أنه كذلك فإن صيامه صحيح. ولهذا قال فإن فيه إشعارا بأن الفعل الصادر منه أي من الناس، الصائم الذي أكل وشرب ناسيا، بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه ومضاف إلى من؟ مضاف إلى الله بقوله فإنما أطعمه الله وسقه. والحكم بالفطر يعني القول بأنه يفطر إذا أكل أو شرب ناسيا يجعل ذلك مضافا إلى من؟ يجعل ذلك مضافا إلى العبد، والله سبحانه وتعالى لم يضفه له وإنما أضافه لنفسه سبحانه وتعالى. فهذا هو الوجه الثاني. والمالكية أجابوا عن هذا بأن قالوا قوله فإنما أطعمه الله وسقاه محمول على رفع الإثم عنه، فهو غير مؤاخذ بأكله أو شربه ناسيا لكن يجب عليه القضاء. نعم. وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو مخالفة في غيره، لأنه تعليق الحكم باللقب فلا يدل على نفيه عما عداه، أو لأنه تعليق الحكم بالغالب فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما. بدأ الآن يتكلم على مسألة أخرى بعد أن انتهى من خلاف الجمهور والمالكية في من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان هل يجب عليه هل يفسد صومه ويجب عليه القضاء أو لا. بدأ يتكلم على مسألة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالأكل والشرب في قوله من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فهل يقتضي ذلك أن هذا الحكم خاص بالأكل والشرب، أو أن غير الأكل والشرب من المفطرات تأخذ حكم الأكل والشرب؟ هذه هي المسألة التي يتكلم عليها المصنف رحمه الله، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم في قوله فليتم صومه على الأكل والشرب في قوله من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. فهل يختص الحكم بالأكل والشرب، أو أنه يشمل الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات؟ قال المصنف تعليق الحكم بالأكل والشرب في هذا الحديث لا يقتضي أن هذا الحكم خاص بالأكل والشرب، بل يشمله ويشمل غيره من المفطرات. فمن احتجم مثلا على القول بأن الحجامة من المفطرات في نهار رمضان ناسيا لصومه، فإنه يجب عليه أن يتم صومه، وهكذا بقية المفطرات. واستدل المصنف على ذلك بوجهين، ولاحظوا أن المصنف رحمه الله يريد أن يربي
طلبة العلم على كيفية النظر والاستنباط، وإلا فإن الحكم يكفي في معرفته وجه واحد من الدلالة، لكن المصنف رحمه الله يذكر وجوه الدلالات حتى ينمي ملكة النظر والاستنباط عند طالب العلم. فهذا الحكم ليس خاصا بالأكل والشرب من وجهين. الوجه الأول أن قوله فأكل أو شرب مفهومه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب يعرفه العلماء بأنه تعليق الحكم بالاسم، ومفهوم اللقب لا يعتبر عند جماهير أهل العلم. فإذا قلت جاء محمد فلا يفهم من هذا أن غير محمد لم يأتي. ومن الأمثلة المشهورة على ذلك قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله، فإنه لا يفهم من هذا أن غير محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا، فتعليق الحكم بالاسم يسمى عند العلماء مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يعتبر. وبناء على هذا فإن غير الأكل والشرب يأخذ حكم الأكل والشرب، وقولهم لا يعتبر يعني لا يدل على أن الحكم منفي عما عدا اللقب، هذا معنى قولهم مفهوم اللقب لا يعتبر في الدلالة، أن غيره لا يكون الحكم منفيا عنه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لو قلنا إن مفهوم اللقب يحتج به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب في هذا الحديث لأنهما الغالب، والعلماء يقولون ما خرج مخرج الغالب فإنه لا يعتبر مفهومه، ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، كقوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله اللاتي في حجوركم هذا مفهومه مفهوم غالب فلا يعتبر، فتحرم الربيبة سواء كانت في الحجر أم لم تكن في الحجر. نعم أعد. وتعليق الحكم بالأكل والشرب، تعليق الحكم بالأكل والشرب يعني في الحديث السابق، لا يقتضي من حيث هو مخالفة في غيره، لأنه تعليق الحكم باللقب. بدأ الآن يتكلم على الوجهين اللذين يدلان على أن الحكم لا يختص بالأكل والشرب. الأول لأنه تعليق الحكم باللقب، واللقب هنا ما هو؟ الأكل والشرب، فلا يدل على نفيه عما عداه. نعم. أو هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أو لأنه تعليق الحكم بالغالب، فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما. نعم. وقد اختلف الفقهاء في جماع الناس هل يوجب الفساد على قولنا إن أكل الناس لا يوجبه، واختلف أيضا القائلون بالفساد هل يوجب الكفارة مع اتفاقهم على أن أكل الناس لا يوجبها، ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر والنسيان. ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، والقياس مع الفارق متعذر إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى. بدأ الآن يتكلم على مسألة متعلقة بالمسألة السابقة، لكنه خصها بالذكر لشهرتها، وهي جماع الناس هل يفسد الصيام ويوجب القضاء أو لا.
وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أن جماع الناس يفسد الصيام ويوجب القضاء ويوجب الكفارة أيضا، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. القول الثاني أن جماع الناس لا يفسد الصيام، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، واختلفوا فيما بينهم هل يوجب القضاء والكفارة أو لا يوجبها. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن جماع الناس لا يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة، وذهب المالكية أنه يوجب القضاء فقط ولا يوجب الكفارة. وقد أوضح المصنف رحمه الله ذلك بقوله: وقد اختلف الفقهاء في جماع الناس هل يوجب الفساد على قولنا إن أكل الناس لا يوجبه، واختلف أيضا القائلون بالفساد أي بفساد الصيام بالجماع ناسيا هل يوجب الكفارة، مع اتفاقهم على أكل الناس لا يوجبها. هذا فيه إشارة إلى الخلاف الذي تقدم ذكره. ثم بين مسألة مهمة تتعلق بالاستدلال، وهي أن مدار الخلاف بين الجميع مبني على أن الجماع هل يأخذ حكم الأكل ويساويه في المعنى، أو أنه لا يأخذ حكم الأكل لأنه قاصر عنه. فمن الفقهاء من قال الجماع يأخذ حكم الأكل ويساويه في الحكم، فمن جامع ناسيا لا شيء عليه وليتم صومه كمن أكل أو شرب ناسيا. ومن الفقهاء من قال الجماع في حال النسيان لا يأخذ حكم الأكل في حال النسيان، وذلك لأن الأكل غالب، أما الجماع فهو نادر، والنادر لا يأخذ حكم الغالب ولا يصح قياسه عليه مع وجود الفرق بينهما، فما دام أنهما مفترقان فأحدهما غالب والآخر نادر فكيف يصح قياس أحدهما على الآخر. فلا يصح القياس إلا إذا بين القائس وصفا مؤثرا مشتركا بين الأكل والشرب في حال النسيان والجماع في حال النسيان. أعد. وقد اختلف الفقهاء في جماع الناس هل يوجب الفساد على قولنا إن أكل الناس لا يوجبه، واختلف أيضا القائلون بالفساد هل يوجب الكفارة، مع اتفاقهم على أن أكل الناس لا يوجبها، ومدار الكل على قسم. نعم، قوله ومدار الكل يعني مبنى كلام جميع الفقهاء. ما هو؟ قال: ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر والنسيان. نعم، ومعناه كما قلنا أن من العلماء من جعل الجماع ناسيا مساويا للأكل والشرب ناسيا، ومنهم من قال الجماع ناسيا لا يصل إلى رتبة الأكل والشرب ناسيا بل هو قاصر عنه، لأن الأكل والشرب في حال النسيان يقع كثيرا بخلاف الجماع. نعم. ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه. بالمنصوص عليه، ما هو المنصوص عليه؟ الأكل والشرب. فإنما طريقه القياس. فإنما طريقه القياس، انتبه معي. ومراده أن لفظ الحديث لا يدل عليه، وإنما الذي يدل عليه القياس على المنصوص.
وهذا يبين لك أن المصنف رحمه الله يهدف إلى تدريب طالب العلم على معرفة مدارك الأحكام ومنازع الاستدلال، فيقول الحكم يؤخذ من هذا الموضع ولا يؤخذ من هذا الموضع، ومع كثرة الدربة والمراس سيكون عند طالب العلم قدرة على كيفية الاستنباط الصحيح. وهنا أشير إلى أمر، وهو أن بعض من يتكلم في الأحكام الشرعية عندما يخبطون خبط عشواء فإن مرد ذلك راجع إلى عدم معرفة مناهج الاستنباط وطرائق الاستدلال. نعم. والقياس مع الفارق متعذر، وهذا أصل في القياس، لأنه لا بد من وجود جامع بين الأصل والفرع، أما إذا وجد فارق مؤثر بينهما فإن القياس لا يصح، ولهذا يقول العلماء لا يصح القياس مع الفارق. نعم. إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى. نعم. فالوصف الفارق له حالان، الحال الأولى أن يكون وصفا معتبرا، والحال الثاني أن يكون وصفا غير معتبر، فإن كان هذا الفارق معتبرا فإن القياس لا يصح، وأما إذا كان الفارق غير معتبر فإن القياس يصح. وأضرب لهذا مثالا، وهو أن الرجل إذا وطئ امرأته في نهار رمضان متعمدا وجبت عليه الإمساك ووجب عليه القضاء ووجب عليه الكفارة ووجب عليه التوبة لله سبحانه وتعالى، وكذلك المرأة زوجته إذا طاوعته بأن كانت غير مكرهة فإنها يجب عليها ما يجب على زوجها. فإن قال قائل الحكم ورد في الرجل وهذه ليست رجلا وإنما هي امرأة، فنقول الفارق هنا مؤثر أو غير مؤثر؟ الفارق هنا غير مؤثر، وبناء على هذا فإن القياس يصح، والكلام في هذه المسألة يطول، والمقصود تقريب المسألة، ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.